مشاهدينا في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله اليكم الاحوال الجوية المتوقعة على صور الاقمار الصناعية لهذه الليلة نلاحظ خلو المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم المتوسطة والعالية في جنوب المملكة درجات الحرارة بنلاحظ اللون الأخضر يعني أن هناك كتلة هوائية باردة تقريبا هذه الكتلة تسيطر على معظم أجزاء المملكة العربية السعودية وتؤدي إلى شعور بالبرود وإلى درجات حرارة منخفضة لكن اعتبارا يوم غد الاثنين وخاصة اعتبارا بعد ظهر يوم الاثنين تبدأ كتلة هوائية ذات درجات حرارة أعلى قادمة من الجنوب والجنوب الغربي وتسيطر تدريجيا على المناطق الوسطى والشماليه من المملكه وتدريجيا الى المناطق الشرقيه وتؤدي الى ارتفاع تدريجي وواضح على درجات الحراره خلال الايام القليله القادمه. درجه الحراره والاحوال الجويه المتوقعه هذه الليله، هذه الليله في الرياض اجواء تقريبا صافيه لكنها بارده نسبيا، درجه الحراره الصغرى بتسجل 10 درجات مئويه. الرطوبة بحدود 49% وسرعة الرياح بحدود 15-16 كيلو متر في الساعة أحوال جوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة في الرياض أجواء مشمسة لكن الأجواء معتدلة في النهار ومشمسة لكنها باردة نسبيا في الليل لكن بعد يوم الأربعاء إن شاء الله سيطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة درجة الحرارة العظمى المتوقعة يوم الاثنين 21 درجة و الصغرى 11 يوم الثلاثاء العظمى 22 والصغرى 11 يوم الأربعاء العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية الأحوال الجوية المتوقعة في بقية المناطق بنلاحظ أنه تبوك أجواء مشمسة أيضا الأجواء مشمسة في معظم مناطق المملكة لكن العظمى بحدود 19 في تبوك والصغر 11 بارد نسبي بالليل لكن الأجواء لطيفة بالنهار أيضا سكاكة أجواء لطيفة بالنهار وباردة نسبيا ليلا وعرعر أيضا باردة نسبيا ليلا وأيضا لطيفة أثناء النهار في المناطق الجنوبيه والجنوبيه الغربيه من المملكه جده اجواء معتدله نهارا لطيفه ليلا 28 العظمى والصغرى 20 درجه مئويه المدينه المنوره 26 الى 15 ومكه المكرمه اجواء معتدله نهارا وايضا لطيفه ليلا العظمى 31 والصغرى 19 درجه مئويه الطائف الاجواء لطيفه نهارا لكنها تميل الى البروده ليلا العظمى 22 والصغرى 14 درجه مئويه. المناطق الجنوبيه الباحه 15 الى 10 وابها العظمى 19 والصغرى 10 في جازان اجواء غائمه جزئيا مع فرصه لسقوط زخات رعديه من المطر احيانا هذا احتمال حوالي 30 40% العظمى حوالي 28 درجه والصغرى بحدود 24 درجه مئويه. في المنطقه الشرقيه اجواء تقريبا معتدله الى لطيفه نهارا العظمى في الدمام 20 والصغرى 13 وفي حفر الباطن العظمى 19 والصغرى 10 في الاحساء 20 الى 10 درجات مئويه. واخيرا في الرياض العظمى بحدود 21 اجواء مشمسه ولطيفه في النهار لكنها تميل قليلا الى البروده في الليل، الصغرى بحدود 11 درجه مئويه، بريده اجواء مشمسه نهارا ولطيفه في النهار، العظمى 18 والصغرى 10 تميل قليلا الى البروده، في حائل ايضا العظمى الاجواء مشمسه ولطيفه في النهار إنها باردة نسبيا ليلا العظمى بحدود 17 والصغرى 9 درجات مئوية أعزائي المشاهدين هذه هي الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة وخلال الثلاثة أيام القادمة نتمنى لكم أوقات سعيدة وموفقة وتحية لكم من طقس العرب